آسف لكل اللي اعتزلته، كل متعشم خذلته، كل باب مفتوح قفلته من غير كلام. تعتبر مسار إجباري واحدة من أشهر الفرق الموسيقية في الوطن العربي. حبيبتي شرطة ميلة فراغ. ورغم الشعبية الكبيرة اللي وصلوا لها فرصدهم الفني في 20 سنة وأربع ألبومات بس، احنا ما بنفكرش في الكم، احنا بنفكر في الكيف. أغاني كتير موجودة عندنا بس ما بننزلهاش عشان مش حاسين ان هي دي بتعمل مسار إجباري. فيمكن مسار إجباري بقوا مسار إجباري بالشعبية دي عشان الاختيارات دي. برضه ساعات نشتغل في أغنية وتتوزع ونسجلها وفي الآخر ما بننزلهاش، نحس ان لا مش عجبانا قوي. بقيت غريب، عملناها مثلا اربع الحان باربع توزيعات وفي الاخر نزلنا واحده منهم. احنا بنحنتف في الحاجات قوي، يعني الاغنيه اللي هتنزل هتفضل موجوده، فعايزين اي حاجه تنزل نكون راضيين عنها. احنا حريصين قوي، بنبقى بيكي قوي، يعني بنختار الحاجات بعنايه والاغاني والتراكات بعنايه وبنخلص الالبومز بعنايه، فده بياخد وقت شويه. بس انا موافقك، يعني يا رب يبقى 40 البوم مش اربع البومات. مسار ليهم دايما توليفه خاصه جدا بتخلي اغانيهم تشتهر وتعلق مع الناس. غالبا بتستفزنا كلمات كده، تلاقي كلمات مستفزانه كده، فازاي هنطلع الكلمات دي بالفكره اللي احنا عايزينها؟ ده اكتر حاجه ممكن تاخد، عارف، شد وجذب كده. اول ما بنتوصل للفكره دي وبنتوصل، بنبتدي بقى المزيكا تظهر بعد كده، بتبقى لذيذه قوي. ان هو واحد يعمل حاجه بالغلط تلاقي حلوه الحته دي، لا مش حلوه، لا، وهكذا. الله يجازي الليل والقعده وحديه، ويجازي خط الميل على شيء مش ليا. بعد تجربه التعاون الناجحه مع كارول سماحه واسماء ابو اليزيد، سالناهم مين النجوم او الفرق اللي نفسهم يتعاونوا معاهم في المستقبل. ومهما نغير وتاخدنا يا مسلمين، في ناس اساسيين، في ناس طول الوقت يعني هبقى نفسي اعمل معاهم. محمد منير مبدئيا، محمد منير احنا لما لعبنا مزيكا، لعبنا مزيكا عشان نعمل زي محمد منير، عارف، واحنا تربطنا بيه صداقه لذيذه جدا. فاتمنى يعني انها تظبط حاجه مع محمد منير. كان حابب نعمل مثلا اغنيه مع شيرين، حابب جدا محمد منير. لا في ناس كتير. انا بحلم ان احنا نبقى عاملين تراك مع كول بلاي او كريس مارتن الفوكاليست بتاع كول بلاي، وشايف ده مش صعب ومش مستحيل خالص. فرقه مسار اجباري ظهرت في اكتر من عمل فني وسينمائي، لكن هاني الدقاق حكى لنا عن عمل هو صوره وما شافش النور. كان عندي تجربه مع استاذ عادل اديب، كان عامل فيلم، وكان في كان معايا حتى مسلم وشاهين، كنا احنا الثلاثة مع بعض، ومعانا كمان شيرين رضا ومحمود حميدة ولطفي لبيب وهم بيقولوا لي ان كانت انت كنت كويس جدا. انا مش مصدق قوي طبعا. هو الفيلم للاسف ما طلعش للنور، وحصلت مشاكل انتاجية بشكل ما، مع ان احنا كنا تقريبا صورنا كله يعني. وقبل ما نسيب اعضاء فريق مسار اجباري، سالناهم عن اخر اعمالهم الفنية. الاغنية الجديدة اسمها روح الروح، كلمات أمار مصطفى وألحاني وتوزيع مسار إجباري، وبتتكلم عن روح الروح فلسطين. في حاجة قريب إن شاء الله، يعني هتبقى مسرحية شوية احنا بنشتغل فيها دلوقتي، مش هقول لك تفاصيل اكتر من كده. بنشتغل على حاجة شبه ميوزيكال كده لسيد درويش، بنجهز لها. وانتهيت.